بقول لك مكان النخبه. نورت مكانك يا فندين. نورت مكانك. نورت مكانك يا فندين. دلع السلام. السلام عليكم. ذكر دايما انتوا رجاله، دايما دايما. والله ليك وحش يا زوز. قمر يا فندينا. هات ايدك وخدها. حاضر. يا زبابة. ايوه يا فندينا. بس على الرجاله ورص لنا حجرين. انت لسه زي ما انت قاعد متوفي. بس على الرجاله ورص لنا حجرين. من خيركم يا رجاله، سهره عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدرات. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا مصدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. سالفين يا فندم. مساء العجوه. شكرا يا ذبابه. بس البنت شودي طلعت حكايه. طلعت بنت مطفلحه. مطفلحه؟ اه مطفلحه. مطفلحه يعني معقده. يعني حاجه كده يعني. اديك سمعت الحدوته كلها. خليك بقى معايا في الحدوته بتاعتنا. اعمل ايه في البلوه اللي جابتها لي البت اياها؟ اه سعاد. انا في مشكله بجد يا خميس. مش عارف اعمل ايه. قال ايه هبقى اب لعيل في الحرام؟ ده انا ما ينفعش ابقى اب في الحلال. طب وانت عيبك ايه انك تبقى اب في الحلال؟ بأمرت ايه؟ سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل ايه؟ مالكش فيه بقى، هو اكله بحلاها. انا بس اللي مستغرب له ازاي امي امنت لواحده زي دي في بيتها؟ من امتى ضاويه بتربي حيه في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها دي. خميس اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال، وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم، امال البنات ام ساميه دول ايه؟ لا 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 دلون ودلون. دول حاجات كده للقعدة والسهرة نضيفة. تخلص تروح نضيف نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. اه حاجة كده يعني ايه؟ مكملات غذائية. نعم. اللي هو ال عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا. قوم اقف ورا، وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده، ايوه. يلا 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 يا جنبه، يلا جنبه، ارفع ايدك فوق. يلا وشك في الحيط، يلا ارفع ايدك فوق. يلا يتوب علينا ربنا. واحد شوت من دي بس ايه دبل. شكرا. سارة؟ مي؟ دينا؟ ليلتك سودة، كل دول يقاطي. وحشتيني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جيتي امتى من السفر؟ لسه جايه النهارده، روحت قعدت مع ابويا شويه وجيت على هنا على طول. يا بنت الايه، حته مفاجاه، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتني قوي، بس انت بقى مش هتاخدني بالكلمتين دول. مين اللسه الطويله العريضه اللي انت عمال تقولها دي؟ لا والنبي بلاش نكد. بقول لك انت قاعده معانا ولا اجازه؟ لا قاعده على قلبك. يا بخت قلبي. يا سلام، بس انا بقى مش عايزه اقعد في المكان ده، هتوديني فين النهارده؟ هنروح فين؟ الكافيهات كلها شبه بعض، كلها شيشه وطاوله وناس قرف، ريستورانات ناس خناشير وعواجيز. حتى كلوبز المزيكا فيها بقت عايزه تخلي الواحد يجري منها. بس 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 ايه الملل اللي انت فيه ده؟ خلاص يا جماعه، جت اللي هتفك علينا كلنا. انا بقى النهارده هوديكم كلوب عمركم ما رحتوه في حياتكم. يلا يلا.
ملك يا أسر، عملت تفرق كده ليه؟ مش جاي لي نوم. عملت عملة غريبة. عملة غريبة أوي. شاير. شاير. معقولة لحقت تنامي؟ عايز إيه يا أسر؟ بذمتك يا بشار أنت جايلك نوم؟ حتى لو مش جايلي نوم، لازم أتخمد عشان ابنك اللي بيصحيني من النجمة، والست الوالدة اللي ما بيحللهاش نديه إلا ساعة الفجر زي بتوع اللبن. بقولك يا بشاير، هتسيب بقى من كل الكلام ده تفتكري حاجة واحدة بس، إنك وحشتيني أوي 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 أوي. شكلك رايق وما عندكش شغل بكرة. وبعدين ايه الحاجات اللي انت حطها على جتتك دي؟ الدنيا مش بارده قوي للدرجه دي يعني. ما انت لو ايدك في الميه ليل نهار وجتتك هلكانه في مسح وكنس وغسيل، ده غير انك بتهاتي ورا عيل وست عجوزه اعيل منه، كنت بردت اكتر من كده. بس تعرف يا بشاير، مع ان كل اللي حوالينا في الدنيا دي خلي طعمها مش حلو وتزهق كده ودمها تقيل، لأن في حاجة واحدة بس بتطري على القلب كده وتعدل الدماغ وتظبط الموت، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى محللها عشان مخصوص، عشان عارف باللي هيحصل لنا. يلا يا إسر، انجز بقى واعمل اللي انت عايزه علشان ألحق أتخيمت وأفوق للي ورايا بكرة الصبح. انجز. مش انت اللي عايز؟ انا عاوز حاجه ولا طالب حاجه؟ تكنيله. طيب عملت خير، انا اوريدي متكتكه مش قادره، كنت العدومي في البرد ده. مش هينفع كده، مش هينفع كده خالص. لا لا بقى، لا ده حقي وشرعي كمان. انت يا حمار، دي تالت مرة بكلمك ما بتردش ليه؟ يعني ايه مش لاقيك؟ تهب وتغطس وتشوفوني فين؟ قول لأبوك عايزك ضروري. تعملي ايه عندك يا بنت؟ تعالي ورايا. خشي خشي خشي. انت واقفه يا بنت قدام اوضه المعلم بتصنطي يا بنت على ايه؟ ما كله عشان خاطرك يا ست مطر. عشان خاطر انا؟ ليه؟ اصل انا كنت طالعه انضف فطست في ودني كلام المعلم فوقفت اسمع بيقول ايه. وسمعت ايه يا بت؟ كان بيسال على سي براء وبيلح عليه قوي وبيقول ان عايزه من تحت قطيع الارض، فوقفت اسمع هو عايزه في ايه. وانت مالك انت عايزه في ايه يا بت؟ عايزه في شغل. شغل؟ قولي بنت طيبه قوي يا ست مطر، شغل ايه ده اللي هيخلي المعلم يلح عليه وعايزه من تحت قطيع الارض؟ ما تفتكري يعني يكون عايزه في ايه؟ لا يكون عاوز يجوزه عليكي ولا حاجه، ولا شايف له شوفه تانيه لا سمح الله.